لو الحكاية فيها إن فيجو بالنسبة للمصابين اللي هم بتوع العمليات العسكرية أو المصابين الرياضيين أو خلافه، أنا هعمل لمن لا يستطيع بقدمه مجانا. فيعني هعمل على الأقل 1000 قطعة، وده اتفاقي مع الشركة المنتجة إن على الأقل في 1000 قطعة هديهم للمستشفيات والمراكز الطبية. وطبعا نقطة هامة جدا إنه التدريب عليه، يعني بعض الناس بيسأل هل هو صعب التدريب عليه؟ التدريب عليه لا يستغرق 10 دقايق، يعني ورقة بسيطة جدا زي اللي بيجزعوا بتوع الرجيم مثلا.